قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أضاف أخيه إليه حتى لا يتكلم عن نفسه فقط، هذا يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم أعطاهم القاعدة التي بها يصطفى الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طوال حياتك بتأتيك اختيارات معينة، طول ما أنت عايش في الحياة بتجي لك ابتلاءات واختبارات، اختبار أن تسرق، أن تأخذ رشوة، أن تزني، أن تقع في الحرام، أن تختار الدنية في دينك، أن تختار اختيار ليس الأولى بك كمسلم ولو عزة الإسلام. طوال حياتك أنت عايش في مفارق طرق بتقابلك طول ما أنت ماشي في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يتقي ويبحث عن التقوى، واختيار التقوى يستلزم الصبر، لأن التقوى لا بد لها من بلاء، مش أول ما تختار اختيار التقوى خلاص يأتيك النعيم، ستبتلى. حينما اختار يوسف التقوى مع امرأة العزيز ابتلي بالسجن فصبر، لذلك قال بعض العلماء إنه من يتقي أي يبتعد عن الزنا ويصبر أي على السجن، يعني دي الابتلاءات اللي مر بها يوسف، وده من باب المثال. لكن عموما طول ما أنت عايش في اختياراتك، طول ما أنت عايش في الحياة ستعرض لاختيارات، اختيارك لزوجتك، اختيارك لعملك، اختيارك لسكنك، اختيارك لوظيفتك، اختيارك لوظيفتك في الدين، كل هذه اختيارات تتعرض إليها طوال السير. أحيانا الإنسان يختار دائما الأسهل، يختار الأيسر، هذا لن يصطفى، لن يصل إلى مراتب الكمال، العز والنعيم لا يدرك بالنعيم، لابد أن يضحي الإنسان، لابد أن يبتلى الإنسان. فكيف يبحث الإنسان عن اصطفاء في الدين وأن يكون من ملوك الآخرة ودائما يختار الأيسر والأسهل على نفسه وعلى بدنه؟ كيف يروم ذلك وإذا كانت النفوس، لما النفوس تكون عظام تعبت في مرادها الأجسام، لابد حينما تكون النفوس عظاما وتكون النفوس كالجبال لازم تتعب الأجسام لتلبي احتياجات النفوس العظيمة، أصحاب علو الهمة في نفوس عظيمة. فيوسف عليه السلام كان بيتعرض لاختيارات، تخيل حاشاه عليه السلام، تخيل لو احنا نسقط على شخص آخر، بلاش نتكلم عن سيدنا يوسف، تخيل لو احنا تعرض للموقف اللي تعرض فيه يوسف واختار أن والعياذ بالله أن يسقط في الفحشة مع امرأة العزيز، ماذا ستكون سيرته؟ مجرد عبد وقع في الزنا. لكن حينما يختار الإنسان الصبر والتقوى يرفع في الدنيا قبل الآخرة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. فالإنسان حتى ينال الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، قد يرفع في الآخرة ولا ينال هذه الرفعة ولا تكون ظاهرة للناس في الدنيا، لكن يكون بالصبر. يعني أحيانا ركز معايا، بتتعرض لاختيارات في طريقك، في طريق الالتزام في سيرك إلى الله. من يتقي يختار الأفضل والتقوى عند الله ثم يصبر على اختياراته هذا من المحسنين، لن يضيع الله أجره. أوقات كتير واحد يقول لي أنا بيتعرض علي اختيارات، مثلا إن أنا اختار الاختيار ده أو الاختيار ده في طريق إلى الله، سواء وظيفة، زوجة، أيا كان، يقول لك بس أنا خايف أضحي ما تجيش تاني، أو خايف أضحي تضيع. فتقول له أنت خايف تضحي تضيع في الدنيا ولا تضيع عند ربنا؟ تضيع في الدنيا ممكن، ما تجيش تاني. بتعملها عشان ربنا خالصة ما بتضيعش. يعني أحيانا واحد يبقى إيه عايز يضحي بحاجة كبيرة قوي، فيقول له رب يا رب أنا هضحي أهو، يا رب أهي أنا مش هاخدها، بس يا رب يعني ما أهو أنا أسيبها. أنت بتعامل سبحان الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ده إنسان كما ذكرت في خطبة اليوم، إنسان الثلاثة اللي أواهم لبيتوا إلى غار وسقطت الصخرة وسدت عليهم باب الغار، الأول تضرع بعمل صالح بر الوالدين، والثالث تضرع بعمل صالح الأمانة، الثاني تضرع أنه ترك الحرام لله، قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي فتحركت الصخرة، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فارج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، تركها لله. حينما تركها لم يكن يعلم أنه في يوم من الأيام سيؤويه المبيت إلى غار وتسقط الصخرة ويتضرع بذلك، هو تركها لله. واضح؟ فهذه القاعدة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.